تعرضت العاصمة اليمنية صنعاء لغارات جوية شنها طيران التحالف فجر الاثنين وتعد الأعنف ردا على الهجوم الصاروخي الذي نفذه الحوثيون في الإمارات. وأفادت مصادر محلية في صنعاء أن مقاتلات التحالف شنت غارات مكثفة على أهداف وسكنات عسكرية للحوثيين في معسكر الصيانة والفرقة شمال غربي العاصمة. وكانت وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت اعتراض صاروخ استهدف العاصمة أبوظبي وتدمير منصة إطلاقه في اليمن حيث تتمركز جماعة الحوثي. من جهتها أكدت الجماعة عملية الاستهداف ضمن ما أسمته عملية إعصار اليمن الثالثة، وقالت إن العملية نجحت في تحقيق جميع أهدافها. الضربة الحوثية الثالثة في موعدها الأسبوعي توالياً، تعلن الإمارات اعتراض وتدمير صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون باتجاه أراضيها، وتؤكد الجماعة نجاح مراميها. نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية، عملية إعصار اليمن الثالثة، استهدفت عمق دويلة العدو الإماراتي وعلى النحو التالي: ضرب أهداف نوعية وهامة في إمارة أبو ظبي بعدد من صواريخ ذي الفقار البالستية، ضرب أهداف حساسة في إمارة دبي بعدد من الطائرات المسيرة. لا تبدو مكترثة الإمارات بالتهديد الحوثي لها بضرورة الخروج من أرض اليمن، وهي التي تشارك في معاركها من خلال ألوية العمالقة، فقد استقبلت قبل الهجوم بساعات الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ، وقوبل طلبها الأمني من ضيفها بالرفض وفق ما يؤكده الإعلام الإسرائيلي. لا قبة حديدية للإمارات، وهي التي تحتاجها في وقت يبدو فيه ظهرها مكشوفا أمام الصواريخ الحوثية. تسعى الإمارات لتعزيز قدراتها الدفاعية للتصدي لأي هجوم، وقد ساعدتها قبل أسبوع قوات أمريكية في تخفيف حجم الخسائر. تعلن وزارة الدفاع الإماراتية تدمير المنصة التي أطلقت منها الصواريخ الحوثية في اليمن، وتطمئن الهيئة الإماراتية العامة للطيران المدني أن الحركة الجوية في البلاد تسير بالشكل المعتاد، وأن عمليات تشغيل جميع رحلات الطيران تسير على نحوها المعتاد، وقد تعطل سيرها لنحو ساعة قبل أسبوع وفق موقع فلايت رادار. قال مدير مركز تعز الحقوقي للتلفزيون العربي إن قصف الحوثيين أحياء المدينة أسفر عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 15 آخرين منهم نساء وأطفال. وفي مأرب استمر القصف المتبادل بين الجيش اليمني والحوثيين في مواقع متفرقة من المحافظة وسط غارات كثيفة للتحالف. لا تعرف الهدوء والطمأنينة، قصف بالصواريخ وقذائف المدفعية، والهدف أحياء سكنية في مدينة تعز والضحايا أطفال ونساء. هذا هو الوضع الذي تعيشه المدينة منذ اندلاع حرب الحوثيين وحرب جماعة الحوثي على هذه المدينة. حصار مستمر لأكثر من 7 سنوات، قصف مستمر في الليالي وفي الأيام، يموت إثر هذا القصف مدنيين أطفال ونساء وكبار في السن، بالتالي نحن أمام مأساة حقيقية تعيشها هذه المدينة. فصول تتكرر أحداثها اليومية مع ازدياد أعداد الضحايا في مناطق مختلفة نتيجة القصف والمعارك. في بلد لم تصمت فيه أصوات البنادق لحظة، تبدو كل الحلول وسبل إيقاف الحرب بعيدة. لا حسم عسكري يلوح في الأفق، ولا وساطات دولية قادرة على تغيير واقع الحال قريبا. هنا في مأرب شرق العاصمة صنعاء لم ينقشع غبار المعركة بعد هجوم للحوثيين في جبهة رغوان شمال المحافظة، يتزامن مع صد هجمات عنيفة للقوات الحكومية باتجاه الجوبة جنوبا. المعارك في تقدم إن شاء الله، والعدو كل يوم في خسائر بمساندة طيران التحالف العربي والقوات المتواجدة على الأرض اليمنية من الجيش الوطني، ويكبدون العدو خسائر فادحة. الطلعات الجوية للتحالف ازدادت قياسا بالفترة الماضية، وقد تمكنت من لجم تقدم الحوثيين
في مواقع متفرقة من مأرب. عمر المقرمي، العربي، مأرب. للمزيد من القراءة في كل هذه التطورات ينضم إلينا عبر سكايب من الرياض سليمان العقيلي، الكاتب والباحث السياسي. أهلا بك سيد سليمان. على الرغم من إعلان ألوية العمالقة إعادة تموضع لها في شبوة ومأرب وإيقاف عملية إعصار الجنوب التي كانت قد بدأتها، إلا أن الاستهداف الحوثي ما زال مستمرا للإمارات وتعد بالمزيد، كيف نقرأ المشهد؟ مساء الخير، حييك ومشاهديك الكرام. الواقع أنه هذه حلقة من حلقات الابتزاز الإيراني التي يستخدم الحوثيون، يعني قفازات ضرب فيها. وأنا أعتقد أن هذه السلسلة لن تتوقف إلا بالقضاء المبرم على مصادر التهديد، ولن ينفع أي تراجعات أو أي يعني تنازلات تقدم لهذه الجهة التي اعتادت استخدام الإرهاب واستخدام العنف وضرب المدنيين سواء في اليمن أو في السعودية أو في الإمارات. طيب، هذا عمل من أعمال إيران اعتدنا عليه في العراق وفي سوريا وفي أماكن أخرى يقوم فيه وكلاء إيران بالابتزاز. طيب، هجمات تقول بأنها ستبقى مستمرة، تهديد سيبقى مستمر، لن ينفع التراجع والتنازل، وبالتالي ما هي خيارات الإمارات العربية المتحدة؟ ونحن هنا نتحدث عن وضع دفاعي، عن وضع جغرافي قد يؤثر إذا ما استمر الحوثي باستهدافها. أنا لا يعني لا أستطيع التحدث باسم الإمارات أو تفسير مواقفها، لكن كمراقب أنا أعتقد أنه ليس من صالح الإمارات أن تقدم أي تنازل أو تظهر يعني عجزها أو يعني تقدم ما يمكن أن يفسره الآخرون بأنه هشاشة في الموقف أو الإماراتي أو في الصلابة الإماراتية. أنا أعتقد أنه أي تنازل أو أي خطوة تراجعية عن مواجهة هذه الميليشيا هو تأجيل للحسم أو هو شراء للوقت فقط الذي ينبغي أن يؤمن فيه الجميع، الإمارات وغير الإمارات، أنه استمرار المعركة والتضييق على هذه الجماعة وعلى وكيلها هو أفضل علاج لهذه الأزمة ذات الطبيعة الاستراتيجية. طيب، هذه إيران تبتز الإمارات والسعودية واليمن وهي لن تتوقف، يعني حتى لو حصل أي موقف فيه تراجع لن يتوقف الابتزاز، سيبتزون الإمارات وغير الإمارات في مناطق أخرى وفي في الاقتصاد في السياسة في كل شيء. الابتزاز ليس له حدود. طيب، ابتزاز ينبغي أن يعني يتخذ موقف استراتيجي. طيب، تجاه مصدر التهديد الخطير. موقف استراتيجي سيد سليمان، نتحدث عن موقف استراتيجي ربما يعني احتاج سنوات إلى الآن، أكثر من 8 سنوات على الحرب في اليمن، ولم يحدث هذا الموقف الاستراتيجي والرغبة الدولية ربما بحل هذا الملف وهذه الأزمة خلال هذه الفترة. الآن لنتحدث آنيا، الآن خلال الأيام والأسابيع المقبلة، ما الذي يمكن للمملكة أن تقوم به للمساعدة في تعزيز دفاعات الإمارات؟ أنا أعتقد أنه أفضل طريقة لتعزيز الحصانة العربية في السعودية وفي الإمارات وحتى تحصين مناطق البحر في اليمن هو الاستمرار بعملية حرية اليمن بنفس الزخم الذي بدأت فيه وبنفس الأداء البطولي الذي يعني انطلقت عليه وبنفس الدعم اللوجستي والهمة
السياسية والعسكرية التي أحاطت هذه العملية، وأي يعني تراجع أو أي خلل في دعم هذه العملية، عملية حرية اليمن، سيتنكب الخليجيون جميعا. أخطارها المستقبلية على المدى المتوسط وعلى المدى الطويل، لأنه اليوم العملية حتى لو استمرت 6 سنين 7 سنين، عبد الناصر وعلى قوته في الستينات لم يستطع أن يحسم معارك اليمن في 5 سنين أو في 6 سنين. على كل حال أنا أعتقد أنه تمام. لا بد للتحالف أن يتماسك وأن يحافظ. وصلت أفكارك ضيفي الكريم، وأن ينتفع بنفس الوتيرة. تماما، شكرا لك. عبر سكايب من الرياض سليمان العقيلي الكاتب والباحث السياسي على هذه المشاركة.